السلام عليكم، كل عام وانتم بخير اخواننا، كل عام وانتم بخير الى اصدقائي واحبابي وكل اصدقائي على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى كل التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم عيد اضحى سعيد، ونتمنى بان تتوقف آلة الحرب والقتل في جميع الدول ومنها الدول العربية، ويتوقف الخوف والرعب عند إخواننا السوريين من آلة الترحيل والظلم الذي يعيشونه السوريين في بعض الأماكن، ومنها الآن اليوم تم ترحيل أول 25 أسرة إلى رواندا من بريطانيا، مع أنه المحكمة أوقفت ولكن تم ترحيلهم. والخبر الجيد أنه أمس يوم الأربعاء تم السفر إلى 22 أسرة، منهم 4 فلسطينيين من غزة يسكنون إزمير، وعندك 6 عائلات سوريين، وبالحمد لله سافروا أمس واليوم لسه ما وصلوا، هم موجودين الآن في مطار كوريا الجنوبية، يعني عندهم ترانزيت كان طويل 16 ساعة. والحمد لله أنه قدرنا نساعد كتير من أسر عن طريق مشكورة مدام أليسا، مدام أليسا مشكورة جدا انها بتساعد الناس. وطبعا التيكت بياخدوا مجانا، وبياخدوا كمان التأشيرة مجانا. في بعض الناس المنافقين اللي بدهم يدفعونا كمان حق احنا الى الهيس كود والتأمين الصحي، فبنعمل عليهم بلوكات، هدول العالم الاستغلاليين كنسل على طول. وطبعا الحمد لله في ناس محترمين اللي احنا كفلناهم، وعالم كتير طيبين بيستاهلوا مساعدة. وكل عام أنتم بخير، وأي إنسان أي إنسان عنده مشكلة مع صديقه يصالحه، أي زوج زعل زوجته يصالحها، أي حدا زعل أمه وأبوه يقبل يديهم. نحن في أيام فضيلة، غدا وقفة عرفة إخواننا، وإن شاء الله إن شاء الله يأتي عيد الأضحى المبارك العام القادم، ونحن خاليين من الحروب، مع أنني متشائم ومتشائم جدا من بعد 22/8 و23/7، يعني جدا هنالك في أشياء جاي الله يستر. فلذلك نأمل من الجميع أن تدعموني في اليوتيوب، لأنه سيتم إيقاف التيك توك في 1/9 على البلاي ستوري تبع أبل وعلى جوجل، وهذا الشيء مؤكد. سيبوا اللي بتكلوا لكم، لأ ادعموني يا اخوانا، ضايلي 200 بفتح لايف على يوتيوب، ضايلي بس 200 مشترك. شكرا لكم، اكبسوا فوق على اليوتيوب، فوتوا عندي على اليوتيوب واشتركوا بالقناة. شكرا لكم اخواننا، تحياتي، كل عام.